زيادة أسعار تذكرت المترو. يعني كل حاجة زيادة، إيش معنى تذكرت المترو يعني؟ كل حاجة غلت الضعف. الحاجة أم جنيه بقت بخمسة جنيه. ظلم لما أركب ثلاث محطات وأدفع اتنين جنيه، حرام. دول مجاملة؟ الزيادة منطقية. لأن لو أخدناها فور إكزامبل أو مثال، أنا ركبت تاكسي من المنيب لحد مصر حلوان أو جامعة حلوان نفسها، أقل حاجة هدفع يعني 70-80 جنيه بالعداد. زيادة الأسعار 2 جنيه كتير قوي. ليه؟ معظمهم في ناس غلابة، أما لو يكون جنيه جنيه ونص ماشي. في ظل الغلاء العالي قوي قوي دوت قرار خاطئ طبعا. أنا بعد اللي قبل الزيادة أنا بتوقع وأنا من رأيي إن المترو بيكسب، فما توصلنيش بقى في الأول والآخر إن المترو بيخسر. شايف إن الزيادة دي هتأثر على الخدمات؟ يعني هتبقى خدمات المترو أحسن؟ هي المفروض تبقى احسن، لان طالما غلوا التذكره زادت المفروض تكون احسن. لو الزياده فعلا حقيقيه المفروض كان يبقى في تحسين وبعد كده في زياده. الزياده لو انت زودتي حاجه لازم يكون قصاد الزياده خدمات، بس اهم حاجه احنا كشعب نحافظ على الحاجه الموجوده. الخدمات دلوقتي بقت أسوأ من امبارح، يعني الخدمات تحت الجو ولع تحت، لا في تكييف ولا في مروحه يعني زاد. لا هيهتموا بقى، هيهتموا بيه قوي. في صيانه العربيات والكراسي مش عارفين، وتبقى في خدمه مميزه. ما في دلوقتي تامين على المواطن في تذكره المترو، هل هيزودوا برضه يحسنوا التامين على المواطن؟ ما هو ده انت بتزود، لازم تحسن من ضمن الخدمات. طب تتوقع الزياده الجايه هتكون كام وامتى؟ والله ما فيش حاجه مضمونه اليومين دول. هم ممكن لو يزودوها تاني حاله واحده بدل ما في قبول والشعب ما بيتكلمش خلاص. اتوقع انها هتفضل كده تصل لحد 5 جنيه. لا لو كده هو 2 المره الجايه هتبقى ب4 وهنقول ماشي حاضر. اعتقد ان هي هتبقى ب5 جنيه بعد شهرين ثلاثه لو لقوا قبول من الشعب وما لقوش ولقوا استجابه وما لقوش ان في معارضه قويه جدا عليهم، التذكره ممكن توصل 5 جنيه و10 جنيه.